مع المرضى. فمش عبيد ما يلزمهش تزرق الزريقة هذي؟ العبيد اللي عندهم مناعة، العبيد هو نورمالمون يا با دو كونتر انديكاسيون على الفاكسان. معناها حتى نشوفوا في بلدان أخرى لو فاكسان جينيراليزي، معناها هو لو فاكسان حتى الصغار ينجم يتعرض. مي اليوم معناها فيو الوضع نتاع البيض وفيو لي كونتيتي اللي جينا الفاكسان كل عام الصيدلية المركزية تكمن تقريبا 300,000 فاكسان وفي العوام الفارطة يقعد منهم، معناها فما يقعد منهم يتلوحوا خاطر معناها اون با في تونس اون كولتور نتاع الفاكسيناسيون. مثلا في فرنسا عندك 60 مليون ساكن، عندك 11 ولا 12 مليون كل عام يعملوا فاكسيناسيون، معناها 20% دو لا بوبيلاسيون كل عام يعملوا الفاكسيناسيون. في تونس ما مش كيف كيف، معناها في تونس عندنا 3-4% ميم با 3% دو لا بوبيلاسيون تزرق للفاكسان، و سني اكسيبسيونيلمون حتى كان الصيدليه المركزيه زادت في لي كونتيتي نتاع الفاكسان نقعدوا بعاد على الطلب نتاع المواطنين. باهي يقول القائل دكتور الفاكسان هذه من وقتاش لوقتاش نجم تتزرق؟ لازم تتزرق توا في اكتوبر ولا هو الكومباين تبدا اون جينيرال لو 15 اكتوبر؟ تبدا لو 15 اكتوبر نجم نزرقوا حتى مي ديسمبر. مي ديسمبر هو الحاجه الوحيده اللي معناها لازم تزرق قبل ما تبدا البيك نتاع الغريب، خاطر شنو لو الفاكسان ما يلزمكش تزرق وقت اللي عندك اعراض المرضى خاطر باش تكثر فيهم. وذاك علاش تو فما زاد ان بوليميك يقول لك اللي باش يزرق الفاكسان نتاع الغريب وعنده اعراض الكورونا حتى كانهم ماهمش ظاهرين برشا فو ميو ما يزرقش، خاطر معناها سافا امبليفي لو بروسيسوس انفلاماتوار وباش تكثر في المرض. هذاك علاش الفاكسان يزرق ما بين لو 15 اكتوبر حتى مي ديسمبر فان ديسمبر كان مازالت ما بداتش البيك نتاع المرض. باهي اسكو كل واحد عنده الحق في زريقه ولا ينجم ياخذ زريق؟ كل واحد زريقه ما فماش غابيل، سي ان ميديكامون ا دوز ا بريز اونيك تلقيه تعمل مره بركه. باهي اسكو اذا كان فما عباد انت جبت مثلا على العباد اللي عندهم كورونا دونك ما ينجمش يزرقوا توا زريقه هذه؟ لا هو سي سيغ كو كورونا ولا حتى غريب عادي كان عندك اعراض سي لي ترو تار معناها باش تزرق الفاكسان. هذاك علاش معناه الفاكسان معناه ديما سي اون بريفونتيف سي قبل ما يكون عندنا الاعراض. باهي انا باش نكملك جوست مع السؤال هذا، اسكو العباد اللي مرضت ديجا بالكورونا وبرات نجم تزرقوا الزرقه هذايا والا لا؟ واذا كان زاده دخلت اون كونتاكت مع عبد كوفيد بلس اسكو تنجم تزرقوا الزرقه هذايا توا والا لا؟ نجم كان ما عندكش اعراض، سي اوسي سامبل كو سا، معناها انت كان عندك اعراض ما تنجمش تزرق خاطر سافا لي زانتونسيفيي، كان ما عندكش اعراض تنجم تزرق على روحك. باهي اسكو صحيح انه المراه الحامل كي تزرق الزريقه نتاع الجريب تنجم تعطي مناعه لولدها البيبي حتى لست اشهر في معناها تدخل معاه شويه هو البيبي كي الجمله نسيتها معك هو البيبي كي يبدا في عند المراه حامله هو بيدو اللي ديفوندو معناها بالمناعه نتاع الام، دونك بلو لا ميغ معناها باش تقوي في المناعه نتاعها بلو سافا اتر بينيفيك لولدها. باهي اسكو صحيح زاد العباد اللي عندهم نوفوني يلزم هما زاد يزرقوا الفاكسان نتاع الجريب والا لا؟ مش بالضروره، مش بالضروره، معناها المراه الحامله اي، اما المراه اللي ولدت مش بالضروره تزرق الفاكسان. مش كان المراه معناها لي باغون والعباد اللي دايرين بالبيبي هذاك النوفوني. مش بالضروره معناها، انا حاجه اخرى نتصور معناها سي ان افي بيرسونيل، اما نتصور السنة ليبيديمي دو غريب سيزونيير باش تكون اضعف من العوام الفارطه. علاش؟ خاطر هو شو يقول لك لو فيروس معناه جلوبالمون معناه ينتشر دو لا ميم فاسون. وقتاش عندنا دي بيك كبار وعندنا العوام اللي عندنا دي بيك كبار وقت اللي فما عدوى كبيره والفيروس باش يمس العباد الكبار والعباد اللي عندهم امراض مزمنه. سنة فيكو العباد عندهم الوقايه فما لي جيست باريير وفما الخوف اونتر كيمي من الكورونا، دونك نتصور اللي الغريب سيزونيير
باش تكون اقل ضرر من العاده. باهي اذا كان نقولوا دكتور واحد مرض بالجريب تاعو في الوقايه هذه وبرا منها وامور واضحه ويخاف لي عاود يقرب مازال الشتاء طويل، اسكو نجم يعاود يزرق ياخذ زريقه في هو جينيرالمون 99% معناها جو سبا سبيسياليست معناها مي 99% اللي يمرض بالجريب باش يمرض مره بركه في السيزون معناها خاطر لو فيروس خاطر هو شنو معناها سي ان مالادي لا غريب سيزونيير سي ان مالادي ايمونيزونت معناها اللي يمرض بها يحمي روحه الى بقيه فصل الشتاء. هذاك علاش فما فاكسان خاطر جوستومون الفاكسان يفا ستيمولي معناها لي زونتيكور كي فون بوفوار سو ديفوندر باش باش العبد ما يمرضش بالجريب في السيزون هذيك. باهي يعطيك الصحة دكتور على التوضيحات هذه الكل، احنا مازلنا مكملين معك من توا حتى يكش الأربعة نتاع العشاء تنجموا تطلبون على 31 380 ألف. اليوم نحكيو على الفاكسان نتاع الجريب ونحكيو زاد على الأدويات اللي قاعدين ياخذوا فيها العباد سوا ديزون باش يستحفظوا على رواحهم ولا باش يبراوا من الكورونا. وحضر بحذنا الدكتور أيمن اسكندر عضو المكتب الوطني لعمادة الصيادلة. دونك إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. عندك مشكلة حساسة وتخاف تحكيها، تعرضت الموقف بدل لك حياتك وما تنجمش تحكيه، متقلق وإلا متقلقة من حاجات تحشم تقولهم قدام عائلتك أصحابك واللي دايرين بيك. معايا أنا فرح بن عمارة تنجم تحكي اللي في قلبك الكل ومع بعضنا نوصلوا الحل. كان تحب تشارك معايا كلمونا على 31 380 ألف من اثنين للجمعة من 10 لل 11 متاع الليل. الكلمة ليكم انتوما في كلام في الليل على راديو اي اف ام أحلى راديو أحلى ضحكة. واحدة خالت على رجلها بعصا وهو متخبي تحت الفرش. استرجل خديجة استرجل، أخرج من قعدي يا خديجة استرجل، أخرج يا لقرع يا فرتاس. مش فرتاس بشعري بيريك هذاك، لما تحب نسمع جيران الكل بيريك. اي بيريك وش بيه ما تحش كي بيريك بيريك ما تحش موك عملوا الكل متاع السبابك. ينزي خديجة استرجل الجيران تسمع اخرج من تحت الفرش. الو اي اف ام سبيسيال سانتي مع هجر الحناشي. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش الاربعه نتاع العشاء تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. اليوم نحكيو على لي فاكسان نتاع الجريب ونحكيو على الوضع الوبائي في تونس ونحكيو زاد على الدويات اللي قاعدين ياخذوا فيها العباد كيما يحبوا هما. دونك اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تكلمونا على 31 380 ألف. حاضر بحذانا دكتور ايمن اسكندر عضو المجلس الوطني لعماده الصيادله. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. دكتور توا قاعدين نشوفوا في الوضع الوبائي والارقام اللي ماشيه وتزيد، دونك العباد ماشيه وتخاف اكثر، وكي تخاف العباد الاشاعات تكثر والاشاعات يتبعوها العباد على خاطر تعطيهم نوع من انواع الطمانينه اذا كان يمشوا فيها باش ينجموا هما يحسوا بالراحه والامل. وما بين الاشاعات اللي قاعده تخرج هما الدويات اللي قاعدين ياخذوا فيهم العباد كيما حبوا هما، وكل واحد والحاله نتاعو. العباد قاعدين ياخذوا دويات كيما يحبوا هما ويشتهوا، هذا ماهوش بخاطر دواء ما تاخذش بالشهوه، معناها عندك اعراض عندك مشكله صحيه الدواء المعين والفلتاني هذي. دونك احنا باش نحكيو على الادويات اللي قاعدين ياخذوا فيهم العباد كيما يحبوا هما، باش نحكيو على الادويات اللي لازم يتاخذوا في الوقت هذي وشنو لازمنا نعملوا باش نستحفظوا على المناعه نتاعنا. ما هي تقبل خلينا نحكيو على الوضع الوبائي والارقام اللي مشى وترتفع هذي. صحيح صحيح الارقام يخوفوا شويه، معناها منذ غره شهر اكتوبر عندنا تقريبا 500 وفاه من اجل الكورونا، عندنا تقريبا 1300-1400 حالة كل يوم، وهذا معناه سي دي شيف قاعدين يخوفوا ويقلقوا، معناه يقلقوا نوعا ما خاطر ما نعرفوش معناه لو بيك دو ليبيديمي معناه كيفاش. معناه نشوفوا احنا مثلا في امريكا ولا في البرازيل البيك جاي مأخر شوية على اوروبا، والتوا مازالوا في الارقام اللي عندهم من جويليا ومن جوان وجويليا. الارقام تخوف، الارقام تقلق زاده خاطر معناها قاعده تمس في برشا عباد، قاعده تمس زاده في قطاع الصحه. وبالمناسبه نحب نترحم خاطر سمعنا اليوم
بوفاة واحد من زميلنا و عضو سابق للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة سي عبد الرؤوف بن حمودة ونترحموا عليه ونقدموا تعازينا لعائلته. الإشكال الكبير اليوم سي وقتاش كيفاش باش نجموا نوقفوا الإبيديمي هذه والانتشار نتاع الفيروس. انت قلت حاجه معناها العباد توا كثرت بدات تخاف، انا مش قاعد نرى فيهم يخاف. معناها انا اجوردي اكثر حاجه معناها تنجم تنقص في العدوى هو لو ريسبي دي ميزور باريير والديستانساسيون. كي نشوفوا العباد برا مش قاعدين مش كيما يلزم، معناها على لباس الكمام على التباعد الاجتماعي، معناها فما برشا اماكن كي نشوفهم فما برشا عباد والعدوى غاديكا وين تنجم تكون. هما اون فيت راهم خايفين، اما جوست كيفاش يعبروا على الخوف هذاك مش كيما قلت انت بطريقه لازم يلبس الكمامه ويغسل يديه وكل شيء، لا يمشي يفرغ الفارماسي من الدويات ويمشي ياخذ الفاكسان اللي هما يلزموش يستحق، اليوم في تصرفات غلطين. هذاك مشكل اخر. علاش خاطر هذاك شنو خارج تو في الريزو سوسيو معناه؟ صحيح هذاك مشكل اخر ونشوفوه هذا من قبل. في تونس عندنا مشكله في الاوتوميديكاسيون وفي في الاوتوميديكاسيون زاده اون بارتيكولي نحب ناكد عليها نتاع لي زانتيبيوتيك اللي هي مشكله كبيره في تونس. في تونس اول بلاد من اول بلدان في العالم عندنا دي باسيون كي اون ديفلوبي لانتيبيو ريزيستانس، معناها عندهم انتيبيو ريزيستانس قوي. اش معناها يستعمل الانتيبيوتيك كيما يجي ساعات في حالات ما تستحقش والانتيبيوتيك هو اش باش يعمل باش يقوي معناها باش يفاستيمولي دي لا ريبونس ايمونيتير نتاع البدن واش باش تخلي السيد هذاك معناها الريبونس ايمونيتير باش تخدم في الفارغ كان ما يسحقش الانتيبيوتيك ونهار وين يسحق الانتيبيوتيك مش باش نلقاو اون ريبونس اديكوات من بعد. دونك هذاك علاش ناكد للعباد الكل معناها فما برشا دويات معناها يقلقوا معناها الديسبونساسيون نتاعهم كي باش ياخذوهم مش سهله ويلزم فريمون معناها الواحد يرد باله بارابور للدويات اللي ياخذ فيهم. باهي تو قول القايل باش نبداو صريحين مش خاطر انت بحذايا، خاطر مثلا باغ اكزومبل الانتيبيوتيك هو ياخذ فيه العبد فارماسي كي هو ما يلزموش يتعطى مثلا، علاش الفارماسيان باغ اكزومبل يعطيه كي يجي يطلبوا من عنده المريض يقول له اعطيني مثلا الانتيبيوتيك يعطيه، علاش يتعطى الانتيبيوتيك من الاول اذا كان هو مضر بالصحه؟ معظم لي فارماسيان يطلبوا وصفه طبيه من عند المريض. هو في القانون كيفاه الانتيبيوتيك لازم الانتيبيوتيك لازم وصفه طبيه، معناها الانتيبيوتيك سورتو معناها تو لي انتيبيوتيك دواف اتر بريسكري معناها سور اوردونونس. هم ياخذوا فيهم هكاك. اي الاشكال هذاك علاش قلت لك فما مشكله، معناها ما جيتش اليوم باش نقول لك لي لباس والناس الكل باهيين، اما معناها نعاود نقولها كو معناها من الصيدله ولا من المواطنين ولا حتى من الطب الانتيبيوتيك لازم يتعطى على وصفه طبيه. انا سامحني كي نشوف في مراكز التواصل الاجتماعي نلقى طب يدعو المواطنين باش يمشيو ياخذوا ازيتروميسين ودوليبران ويقول لهم انا ثلاثه دويات هذوكم اللي نعرفهم خذوهم بعد ثلاثة ايام تنحط لهم كورونا، مختار ياسر الكلام هذا خاطر السيد هذا باش يمشي الصيدلي باش يقول لهم اسمع انا الدكتور فلان عطى قال يلزمكم تاخذوا هذوما باش تمنعوا من الكورونا. وفما صيدله معناها سيغ معناها لا بريسيون معناها يلزموا معناها يلقى له حل ولا يقول له انا ما نجمتش نمشي للطبيب ولا الوضع الوبائي معناها هذاك علاش ندعو اليوم الصيدله الكل والمواطنين والطب باش نعاودوا اون ريكونسيدير لوتوميديكاسيون. معناها لوتوميديكاسيون مخطره، السيد اللي باش ياخذ انتيبيوتيك نون سولمون الانتيبيوتيك ينجم ما يسحقلوش في وقتها ينجم يضروا من بعض وما تعرفش عليه تزاد الانتيبيوتيك معناها فما دي زانتراكسيون ميديكامونتوز مع دويات اخرى ينجم ياخذ فيهم وينجم يقلقوه في التريتمون نتاعو. باهي مادامك انت من الميدان وديجا فارماسيان وتعرف شنو هما الدويات اللي قاعدين ياخذوا فيهم توا العباد بالغلط كيما الانتيبيوتيك ما يلزموش ياخذ انتيبيوتيك، شنو الحاجات الاخرين اللي قاعدين ياخذوا فيهم وما يلزمهمش ياخذوهم توا؟ الانتيبيوتيك مادام ما عندكش اعراض
ما يتخذش معناها بخلاف الانتيبيوتيك. فما حاجات اخرى ياخذوا فيها توا العبيد يجيك مواطن يقول لك اعطيني هكا وهكا. فما دي زونتي هيستامينيك فما من غير ما نسميهم فما دي زونتي هيستامينيك خاطر سمعوا فلان خذا منه مشهور ياسر في امريكا خذا منه دونك يقول لك مادام موجود في تونس خلينا نمشي حتى كان مش ناخذه خلينا نخليه على ميتي. فما لينوكسابارين زاد اللي هو دواء اللي يجري دم اللي معناها مش دويات اللي يلزمهم يتاخذوا هكاك على الهامش يلزم فريمون تكون فما اون بريسكريبسيون ميديكال والطبيب هو اللي يعرف علاش عطى الدواء هذاك. راهو لو رول دو فارماسيان اليوم إلي تري امبورتون في حاجة نون سولمون باش يعطي الدواء للمريض مي زاد باش يفسر له ويتبع المريض نتاعو في الغيريزون نتاعو. معناها اليوم ما عادش لو فارماسيان اللي يجيه مريض يعطيه دواء بسلامه في الامان. اليوم لو فارماسيان عنده ان رول ديدوكاسيون ثيرابوتيك يلزمو يعاون معناه يعاون المريض نتاعو باش يعرف كيفاش باش ياخذ الدواء نتاعو ومعناه بور اوبتيميزي لو تريتمون نتاعو. باهي هو توا الناس الكل تحب عندها مشكله بركه في حياتها في الكورونا انا تقوي المناعه نتاعها وقاعده تقوي في المناعه نتاعها باللي تسمع فيه باللي تعرفه بالعربي بالدواء باللي تحب انت. يعني فما حاجات اخرى قاعدين يستعملوا فيها اللي هما لي كومبليمون اليمونتيغ وعلى حد علمي معناها حتى لي كومبليمون اليمونتيغ هما في العادي ما يضروش اما اذا كانت تستعملهم كيما تحب انت ينجموا يضروا هكا ولا لا؟ صحيح هما لي كومبليمون اليمونتيغ هو يا دو شوز فما لي فيتامين وفما لي كومبليمون اليمونتير. لي فيتامين معناها اون جينيرال نعطيهم دون كونت إليا اون كارونس معناها وقت نقص فما نقص مثلا الفيتامين سي نعطيه هو كل عبد معناها عنده نقص في الفيتامين سي. En plus, la vitamine C, elle se dégrade très rapidement. Qui te chada bat, arba khamsa swaya, ça y est, match majoud. Hadak alish, mais kif kif, yizm lwahed yisadress, que ce soit saydali ou tabib, bach yaref kifesh bach yakhd vitamine C. Vitamine C, par exemple, l'apport journalier recommandé, huwa 500 mg. ويقول لك مستحسن تاخذها على مرتين. علاش؟ خاطر الديغراداسيون تاعها تبدا فيسع باش تنجم معناها تستمتع بالفيتامين سي مده نهار كامل. الفيتامين دي زاد فيتامين دي نورمالمون في بلاد كيما بلادنا فما برشا شمس ما نستحقوش الفيتامين دي. بون برشا عباد ولينا معناها اون سوسيتي نخدموا لداخل ومعناها معنا كونتاكت اقل من العاده مع الشمس. هذاك علاش برشا طب اي بريسكريف دي زامبول دو فيتامين دي جوستومون باش بور كومبونسي النقص هذا. وذوما سي دي فيتامين اللي يقويو في المناعه. لي زوتر كومبليمون اليمونتير كيما قلت لك اور انتين معناها يلزم اللي باش ياخذ معناها عنده لو كونسي دان بروفيسيونيل كو سوا طبيب ولا الصيدلي نتاعو اللي باش ينصحو كيفاش باش ياخذ الكومبليمون اليمونتير. كومبليمون اليمونتير حتى كانوا مكمل غذائي ما يتخذش نابورت كومون معناها فما اوقات لازمك تاخذ فيهم مش معناها ما يقلقش لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز مع ادويات اخرين. مثلا انا كومبليمون اليمونتير ماذا بيا ناخذو بعيد ساعتين على الفطور ولا ساعتين على دوتر ميديكامون باش معناها ما نقلقش البيو ديسبونيبيتي نتاع الدويات الاخرين. لي كومبليمون اليمونتيغ زاده يلزم نعرف شنو التركيبه نتاعهم شنو اللي في وسطو. معظم لي كومبليمون اليمونتيغ معناها فما دي دوزاج سبيسيفيك والبدن هو بيدو يريغول معناها لي كونتيتي حشو بيهم يفا لي زابسوربي والزيد باش يفا ليليميني. اما يلزمنا زاده سي دي برودوي كي سون با نودان ويلزمنا
ننتبهوا في كيفاش ناخذوهم. باهي هو قل قايل دكتور تاع باغ اكزومبل العبد ما يعرفش اسكو الفيتامين دي في بدنه ناقص والا طالع، يقوم هو ياخذ مثلا باغ اكزومبل فيتامين دي، يقول لك تاخذ فيتامين انا بخيتو شنو خذيت معناه. اذا كان مثلا فرضا خاطر ساعات العبيد كي تخوفهم راهو يتعظوا كما نقولوا احنا، فرضا انت خذيت اكثر من الدوزه اللي لازم تستحقها ولا انت ما تستحقش اصلا فيتامينات هذوما، شنو ينجم يصير للعبد هذا؟ معظم لي فيتامين معناها الاكسي نتاعهم ني با معناها ما يقلقش ياسر، معناها ما خاطر كيما قلت لك البدن يفا ريغولي وحده يفا اوتو ريغولي معناها اللي حشو بيه واحد. بون فما كلكو كلكو فيتامين كيما الفيتامين ا تنجم قلق معناها اي بو يافوار دي بروبليم ان كا دو سوردوز، مي جلوبالمون ابار لا فيتامين ا ابار لو كالسيوم الاكسي معناها ايت اليميني البدن يفا اليميني الاكسي اللي باش ياخذوا. وفيتامين دي حاليا معناها ما فهم حتى قلق، معناها كو سوا فيتامين دي ولا فيتامين سي، معناها فيتامين سي كان باش تاخذها اكثر من اللازم باش يصير لك قلق في المعده، مي الفيتامين دي ما فهم حتى اشكال. بخلاف الفيتامين سي والفيتامين دي ضيف السهره ضيف الكورونا تو المشهور هذا زانك كيفاش مع زانك نفس الحكايه زاد نورمال تنجم تاخذ قد ما تحب زانك؟ هو قد ما تحب لي هو يقول لك كيف كيف فما ان ابور جورنالي ريكوموندي، معناها يقول لك الزنك ما بين المراه والراجل يلزمك تاخذ انتر 8 و 11 ملي غرام بار جور. جلوبالمون توت لي فورمول سي اوتور دو 15 ملي غرام. ليكسيم تاع الزنك ما يقلقش، شنو اللي ينجم يقلق في استعمال الزنك هو الانتراكسيون مع ادويه اخرى. نعرفوا باغ اكزومبل الزنك يقلل في الديسبونيبي في البيو ديسبونيبيتي تاع سارتان زانتيبيوتيك. دونك الزنك اون بارتيكولي كان الطبيب نتاعنا قيد لنا الزنك باش ناخذوه ساعتين بعد على لا بريز نتاع ادويه اخرى. باهي هو انت قلت قايدوا له طبيب واعطاه له، فما عباد تاخذ فيهم هكاك هذوما، وفيكو تو مشكلتهم المشكل الكبير نتاعهم انهم يستحفظوا على المناعه نتاعهم، دونك عادي نجموا يقعدوا ياخذوا الحكايه هذوما تو ادويه هذوما حتى لين توفى سوا ديزون الكورونا والا هو هو المكملات الغذائيه ما فيها معناها ما فماش حتى مشكله، ما فماش وصفه طبيه ولا حاجه، مي احنا شنو معناها كي تاخذهم على طول نورمال ما يقلقش، هذاك شنو نحبوا يعرفوا العباد. اللي ننصحوا به ديما سو ريفيري، معناها ديما تسهل تاخذ نصيحه من عند الصيدلي ولا من عند الطبيب نتاعك. علاش؟ خاطر نشوف برشا مكملات غذائيه قاعدين تتباع على الانترنت، ما نعرفوش شنو التركيبه نتاعها، ما فماش لو كونسي ديغيغ، العباد ياخذوا فيه كيما يجي، معناها اون جينيرال كي باش تاخذ دي كومبليمون اليمونتيغ مش باش تاخذوا على على مدى الحياه، معناها باش تعمل اون كور pour apporter une réponse à النقص معين. ما النقطة ذي هم مش مستوعبينها، مستوعبين هو لوجيك لوجيكمون معناها أنت معناها تعرف عندك نقص باش تاخذ كومبليمون اليمونتيغ سي. كانش سألتك أنا خاطر هما ياخذوا فيه على طول، هذاك هو اللي لازم يتاخذ، دونك أنا باش ناخذه وما يقلقش. سي دي كور نتاع شهر شهرين ثلاثة أشهر، أنت والبزوان معناها فهم عباد معناها عندهم أمراض مزمنة ياخذوا دي كومبليمون اليمونتيغ باش يعاونوهم باش يقاوموا باغ اكزومبل الملتي فيتامين وكل، فما عباد كلي اكثر من 65 سنه واحد باش ياخذ دي كومبليمون اليمونتيغ باش بور كو البدن يلا اون ميور ريبونس اميونيتير، مي سي توجور معناها سي لا بريز ديما تتاخذ افيك دي فونيتر ثيرابيوتيك معناها باركور مش على طول. باهي يعطيك الصحة دكتور الله يخليك، دونك احنا مازلنا مكملين معك من توا حتى كشل الأربعة نتاع العشاء، تنجموا تطلبون على 31 380 ألف اليوم نحكيو على الفاكسان نتاع الجريب ونحكيو على الدويات اللي قاعدين ياخذوا فيها العباد توا للكورونا. وحضر بحضنا دكتور أيمن سكندر عضو المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. يفا التليفون معنا سونيا، مرحبا بك سونيا. الو على السلامة. مرحبا سونيا تفضل. يعطيكم الصحة على البرنامج. مرحبا بك. والله يعطيك الصحة ويرحم والديك. عايشك. يعطيك الصحة الدكتور اللي معاك. مرحبا. أنا عندي ولدي 7 سنين ونص. إي. هو من اللي عمره 3 سنين معدي عليه عندي سبيليس أليرجي. كان يستعمل مش نسمي لا محال الفشتاشة السومون.
والفيولي فيولي الصومون والبلو سمحت باه ويستعمل في الايرس كل اربع سوايع ديما يستبرد لي عمي ومرقد لي 12 يوم في السبيطار تصور انت يعني صغير وفهمتني وتحدي عليك نعمله في البوكسات كل عام في اكتوبر نعمله رابير في نوفمبر بس جريب الا انفليفاك حبيت نسال الطبيب بالنسبه للكام تاع ولدي المشكله اني السنة ما لقيتش الفاكسان حتى كل برغم عندي عند الطبيب كل فارماسي نمشي لها يقول لي ما فهمتش حتى يعني قلت لهم راه ولدي راه عنده اليريتور راه خاطر ولا يستعمل في الفشفشة البيولي تصوري انت نقول احنا يتقلق يدفع لي برغم هو يقرا سنة ثانية صدقني اختي جيت نعود بعثاته جدي على قلبي خاصة لا يمرض لي خاصة الله لا يقدر يهدي المشكلة في الفرصة ما لقيتش ومني عارفة شنو باش نعمل وحبيت الطبيب إذا كان ينصحني على الكام تاع ولدي باهي جاوبها عسلم مدام كيما قلت لك هاجر هوني اون ان كا معناها سبيسيفيك تاع عبد حاجته بالفاكسان الوليد الصغير هذا خاطر عنده دي اليرجي وعنده اسم وكل معناها يلزمو ياخذ الفاكسان المشكله هذاك علاش ندعو معناها المواطنين باش فريمون يخليو الفاكسان للعباد اللي حاجتهم بهم فما اون دوزيام ليفريزون معناها قاعده باش تصير من هوني اخر شهر اكتوبر وان شاء الله السيده هذه باش تنجم تتحصل على الفاكسان الولده الفاكسان باش جوست باش نقول لك حاجه مدام راهو يتاخذ مره بركه معناها ما فماش ان رابيل سي اون سوربريز الفاكسيناسيون تعمل لهم سيربريز والله انا جوست في الريشيرش نتاعي دكتور لقيت اللي فما صغار باغ اكزومبل اللي عندهم مشاكل نتاع امراض مزمنه يزرقوا لهم مره ويعمدوا يعملوا لهم رابيل واحد في مده اخرى والله جو سي با مي اون جينيرال لي بروتوكول معناها كومان سي اون اون وحده بركه صارت في بعض في العوام الفارطه معناها جاو دي فاكسان اللي يتاخذوا سيغ دو بريز مي توا لي فاكسان تريفالون اللي قاعدين يستعملوا مره بركه باهي اوكي يعطيك الصحه معنا وفاء مرحبا بك وفاء مرحبا بك وبالدكتور عايش مرحبا لالا تفضل عايش عندي جو سؤالات بعد اي تفضل انا عمري 59 عندي الغده ما تخدمش وعندي الوفاه سرطاني من وتعب خاطر من مثال المسرانه خشينه ماذا بها في مرض وكل مره تصب ها باهي وفاء جوست باش نفهم منك قلت لي عندي الغده ما تمشيش وعندك مشاكل في المعده هكا في المسرانه الخشينه المسرانه الخشينه باهي بزاف القولون هذاك بالمرض الاختي هذاك عندي برشا اجلوا لي ما في الكونفينمون الاول ما مشيتش في الرانديفو نتاعي كان نفسي عيالي تخدم وتوا عطونا رانديفو بعيد برشا باش نعمل في جروب باش نعمل دار ولا شنو وانا توا تعبه خاصه توا نهار هذوما وليهم تعبه برشا عندي وجع عصيب اللي صار في وزني والدوخه 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 وما نستعملش وزني كاني مضروبه بحاجه في الوسط فهمت باهي انت سؤالك بالضبط شنو هو فيه؟ معناتها ايه ولا لا في الحاله هذه خاطر تعب ومناعتي يعني اخر تحليل قمت به المناعه طايحه وعندي روماتيزم في العظم لطف عليك باهي عايشه باهي اعطاني الحبوب نتاع الحديد ما لقيتهمش نوع من فليتار خاطر تعرفنا الواحد باهي باهي وفي يمشي يجاوبك دكتور دونك في الحاله نتاعها تسال اسكو هي تزرق ولا ما تزرقش هي بون معناها في المناعه نتاعها طايحه معناها وعندها مرض مزمن لازم تزرق الطبيب حتى كان ما تحصلتش عليه باش تاخذ رونديفو تنجم تتصل بيه بالتليفون معناها باش تفسر له الوضعيه نتاعها وهو ينجم كي ينصحها شنو تنجم تاخذ سورتو معناها حسب ما فهمت الحكايه كلها في مكملات غذائيه دونك معناها نجم ينصح حتى بالتليفون على
لو كومبليمون اليمونتير اللي لازم تاخذه. باه يعطيك الصحه الله يخليك. نمشيو لتبربه معنا سهام. مرحبا بك سهام. الو الو سهام نسمعوا فيك يا سهام. الو هي موجوده راهي تسمع فينا نورمالمون. باه ماهيش ماهيش موجوده. بيو كي سينو نستنيو اشراق تعدينا تليفون واحد اخر. سينو فما شكون يسال فينا دكتور على كلمه انت قلتها من بكري، قلت العبيد تاخذ الدواء على ميتي، ولينا حتى الدويات اللي سوبوزي موجودين نورمال معناها جاي نتاع جاي على راس نتاع الجريب العاديين هذوكم اكس اكس اللي هذوكم يوفي ما عادش موجودين توا في لي فارماسي. اسكو صحيح والا لا؟ سي نورمال خاطر اون فيت كثره لا دوموند معناها اجوردي معناها عندنا توا شهر ونص شهرين معناها العباد قاعدين ياخذوا معناها اون سور كونسوماسيون دو ميديكامون في دويات معينين معناها كو سوا الباراسيتامول ولا لي زانتيبيوتيك وهذا شنو معناها سي با لو بوزوان اللي كبر اللي العباد فما برشا عباد يقول لك انا معناها باش توا لاباس عليه هاني ناخذ الدواء فماش ما او موان كان نمرض هاكا الدواء نتاعي موجود الوغ كو لا استراتيجي غالطه خاطر انت الدواء هذاك معناها كي باش تاخذه ماكش باش تخليه لغيرك اللي نجم يستحق له دونك فوالا معناها يفو اليوم شويه وعي من المواطنين باش يخليو دويات ونورمالمون ما فماش علاش نتفاهم العباد اللي ياخذوا دويات أمراض مزمنة يخافوا يقول لك أنا بعد ثلاثة أشهر فما ريسك ما نلقاش دويات نتاعي، أما سيغ دي برودوي معناها كيما الباراسيتامول ولا الأسبيرين ما فماش إشكال معناها. باهي يعطيك الصحة الله يخليك. رجعت لنا سهام، مرحبا بك سهام. السلام. هاي مرحبا لله. مرحبا بكم يعطيكم الصحة على البرنامج. مرحبا تفضل. يا عيد برك حبيت الدكتور أي؟ انا بريس انا والمدام اللي كانت تحكي على ولدها نفس العمر نتاع ولدها هو نتاع ولدي انا ونفس الاشكال ونفس الدويات بريس كيما حكي معناها حسيتها تحكي على ولدي مش كيف حبيت نحكي على البكسا انا حبيت نحكي لك اشكال الدكتور انا وقع معناها انا عائلتي واولادي وقعنا في معناها في معناها عملنا حجر صحي مدة 21 يوم مش 14 يوم والحمد لله التحليل نتاعي ونتاع ولادي طلع معناها الحمد لله سلبي ماهوش معناها ايجابي الحمد لله وكنت معناها كنت خايفه ياسر على الوليد على خاطر الوليد كان معناها على احنا على علاقه بعائله معناها عندها معناها الكوفيد كل شيء الحمد لله احنا معناها لاباس ما عندنا حتى شيء اما الوليد نزلنا ما عملنا بكسان تو كل الفارماسي تمشيها تقول لك الفاكسان ماهيش موجوده هذا هو اللي حبيت ان باهي ديما نحكيو على الدويات والفاكسان دكتور خي صحيح معناها الكلام اللي تقول فيه مدام سيام صحيح بون نعرفوا شنو صار في الليفريزون الاولى نتاع الفاكسان جاو 100,000 فاكسان تفرقوا على الفارماسي كل فارماسي خذات 30 40 فاكسان فما اللي خذاو حتى اقل دونك فورسيمون العباد الكل ما نجموش ياخذوا الفاكسان نتاعها. ان شاء الله في المرحله الثانيه معناها يكون التوزيع مدروس اكثر. اي باش نقول لك والعباد معناها يكون عندهم وعي باش يخليوا العباد بريوريتير اللي باش ياخذوا الفاكسان ونعاود ناكد ونقول راهو الفاكسان نتاع الموسم نتاع الغريب ما عنده حتى علاقه بالكورونا. معناها وما يحميش على الكورونا. باهي اسكو فما خذاو تدابير اضافيه المرضيه باش لحسن توزيع صاير توزيع الفاكسان المره هذه باش ما يصير كيما المره الاولانيه والا لا؟ والا معاملين على الوعي اللي احنا مانيش معاملين عليه. والله السؤال هذا لازم تطرح المسؤولين في الموضوع هذا. انا اللي نجم نقوله انا اللي نجم نقوله لا خاطر معناها لا كيستيون معناها سوبوز معناها الاشكال الكبير اليوم اللي نعرفوا اللي الكميات ما همش باش تكفي لا للقطاع الخاص لا القطاع العمومي كيفاش باش يصيروا التوزيع هذا المساله مازلنا نستناو فيها من وزاره الصحه ومن الصيدليه المركزيه باش نعرفوا اليوم انا كصيدلي ولا حتى كهيئه الصيدله نجم نعطي حتى معلومه ما عندي حتى معلومه باش نعرف قداش
الصيد الخواص باش ياخذوا من من فاكسان وقداش العمومي باش ياخذ من فاكسان. باهي يعطيك الصحه. نمشيو لسكره معنا يوسف. مرحبا بك يوسف. مرحبا يا عيسك. مرحبا بالدكتور. عيسك مرحبا. يا عيسك انا عندي مرتي اسمها حساسيه معنا بنفسك اللي هي نزله معنا انت وكان عندي فلها عندي في تاريخ تو ابرك كان دوك الطريقه مره في الشهر نسال شنو حبيت نسال في ماشي اوكي ولا قدر الله ما تعرفش خاطر تو ما احناش كل واحد متعرض للفيروس هذا ماشي حاجه نجم نعملوها قبل نقدر الله هكا ولا هكا. باهي عاود لي باهي يوسف نجم تعاود لنا خاطر صوتك متقطع انت على مرتك هكا ولا عندها زريقه مساسه تخت فيها عندي ازمتك هي بالاساسيه. اي اي جيت حبيت الناس فماش على قدر الله في ايام ما تخرجش ما في الدار ما جيت المدرسه توصلوا لي ما عنديش هكا دخلت كبيره اما خايفين على ماشي حاجه قبل على الاقل ما جيتش حاجه. الزريقه كيفاش تخت فيها يوسف؟ السبيساليست وكان يدخلوا بالزريقه مره في الشهر. باهي طبعا ما عادش الزريقه هذيك هي بيضه تنحات الزريقه ما عادش. فهمتني؟ دونك سيس روحك شوي ثاني فماشي حاجه اخرى. لا تسيس روحها تاكل بالذات ترد بال على روحها وما فما حتى اشكال معناها مادام وفات تريتمون نتاعها معناها تكمل حياه عاديه ترد بال على روحها تستحفظ بيه ان شاء الله باللطف عليك. هي تعيشك هي تو جيست حتى ساعات تاكل جريف تقول لي تعملك تخشخيش ثلاث اربع ايام تطلق تقول لي تروحها شويه بعد شيء بشيء ما عادش تجيك الكريز الكبيره. الحمد لله. هي ريت حتى الجريب الخفيف هذيك زعما تستحفظ على روحها باش ما تاخذهاش وترد بالها وستر ربي. ان شاء الله بلطف عليها يا سي يوسف. سينو احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش الاربع نتاع العشية تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف ما تبعدوش بعيد هنا رشعين. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة. إني المنبي أسأله وسيد أتعهد بأن أكون صريحة وجريئة وأجيب على كل الأسئلة وأنا ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقة وحريصة على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وأتحمل المسؤولية فيما أقول. حوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. EFM أحلى راديو لا ضحكه. واحد خضر لصاحبه قال له تو انت كون جا عندك 6 كرهب تعطيني كرهبه؟ قال له باي صاحبي كخويا نعطيك كرهبه. قال له كون جا عندك 6 ديار تعطيني دار؟ قال له باي صاحبي كخويا نعطيك دار. قال له كان عندك 6 صباب تعطيني صباط؟ قال له ليه؟ قال له عليه؟ قال له خاطر عندي 6 صباب. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى الاربع نتاع العشية تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. حاضر بحدينا الدكتور ايمن سكندر عضو المجلس الوطني لعمادة الصيد. دونك اذا كان تحب تسالونا في الموضوع نتاعنا اليوم تكلمونا على 31 380 ألف. نمشيو للمستير معنا عادل. مرحبا بك عادل. عسلامة. مرحبا بك. مرحبا سيدي تفضل. عايش بربي عندي بنية عمرها 13 عام. اي عديت عليها قلت له عملت لها سكناج اللي عندها الجهاز الترسبات الهوائية نتاعها واسعين. تعمل الحرابة شكل تحط في الفشفاشة وتمصها فهمني. اي تمشي 50 متر وتدهش فهمني. تتكرف. حاب اسال الدكتور نجم نستعملها الفاكسان هذه ولا؟ باهي. معناها اسكو هي من العباد اللي لازمها تاخذ الفاكسان ولا لا؟ اي حسب نشوفوا معناها عندها بروبليم ريسبيراتوار معناها دونك ان تريتمون وتاخذ فيه دو فاسون كرونيك دونك معناها لازمها تعمل فاكسان مي كيف كيف معناها الفاكسان باش يحماها و مي من المستحسن مادام لي سويفي تسال الطبيب نتاعها سي يا با دو de contradiction mais normalement tu as le vaccin معناها مش بالضروره مي تنجم تعمله معناها باهي ان شاء الله تلقاها باش تعمل الفاكسان سينون استحفظ عليا يا سي عادل. نمشي للصفاقس معنا سناء. مرحبا بك سناء. عسلامة دكتور. عسلامة نجم. مرحبا لالا تفضل. عايشك. اون فيت دو بيتي كيستيون معناتها الكيستيون الاولانية نتاع الوالده قالت لك الفاكسان نتاع الكريك فيها بينيسيلين ولا لا على خاطر هي عندها حساسيه للبينيسيلين. والسؤال الثاني دكتور اللي هو سؤالي انا. دكتور انا عندي مشكله من تاع نوم ما
ما نقعدش بالبيت يقوم بالحملات في الليل. دونك على كل فوا وين نمشي للطبيب درك بكو دو سبيسياليتي كنعطيه مانيزيوم، مره مانيزيوم وحده ومره مانيزيوم معاها دوخ فيتامين. هيك الدكتور ما بقيتوش ينفعني، معناتها رغم انه عباد اخرين ياخذوا المانيزيوم يقول لك يحسنني الكاليتي نتاع النوم نتاعي. دونك انا حبيت نسالك بالكشي انا خفيف بالغالب، جربت خذيته على الخوا، جربت خذيته قبل الماكله بعد الماكله، ما نعرفش كيفاش تنصحني ناخذ المانيزيوم باش ينفعني على حكايه النوم. مرحبا. Alors, la question l'oulana, le vaccin de la grippe, m'affiche pénicilline. En fait, c'est des souches, des souches qui sont extraites, tout l'âme, comme le virus, même fiche pénicilline. C'est la chose. La chose, le magnésium, c'est un peu plus. Que ce soit pour les troubles du sommeil ou les troubles de l'anxiété. فهم برشا نوع زادة في المغنيسيوم انت والدوزاج انت والوحدة، هذاك علاش معناها ما بين عبد وعبد نجم تلقى عباد يمشي معاهم عباد اقل فاعلية نتاعهم اقل. هو المغنيسيوم معناها الريكومونداسيون هي اللي تاخذوا في الصباح على الخوي وبون معناها انت والدوزاج معناها انت والدوزاج تزيد تشوف مع طبيب كان معناها اللي تستعمل فيه معناها دوزاج باهي ولا معناها هوني فريمون نصيحه نتاع الطبيب هو اللي تنجم معناها تعاونها واحد تكون ما نحبش ندخل دون لي ديتاي باش ما نسميش لي برودوي مي فوالا كيما قلت لك هذاك علاش معناها ما بين كومبليمون اليمونتير وكومبليمون اليمونتير فما فرق معناها ديجا لازم يفو فوار لو دوزاج معناها دي كومبليمون اليمونتير و يزم معناها لو فارماسيان ولا لو ميدسان عنده ان ريكول معناها احنا نعرفوا اللي فما واحد يمشي اكثر من الاخرين معناها باه دونك ترجع للطبيب نتاعها ونزيد تحكي معاه. نمشيو لمنوبه معنا هنا، مرحبا بك هنا. خويا عسلامه. مرحبا تفضل. بلي نحب مرض مزمن غدد ما يخدموش نستحق الفاكسان ولا لا؟ عندك الغدد ما يخدموش باه تستحق الفاكسان ولا لا؟ نورمالمون اي باه دونك لازمها تزرق لازمها تزرق. شفت كنا نحكيو فيه الموضوع قبيليك معناها كان جينا نحسبوه معنا اوموان مليون و500 عبد في تونس يستحق الفاكسان. مي اون با لا كولتور معناها دو سو فيغ فاكسيني واليوم والسنة تغدرنا بالتوجه هذا نتاع الفاكسان. باهي هو دكتور في معناها جينيرالمون كيما قلنا احنا اللي عنده امراض مزمنه هو اللي يلزم ياخذ الفاكسان، اما نعرفوا اللي في الامراض بطبيعتها فما درجات، فما اللي شكون مزمن وتعب برشا، فما شكون مزمن ما سي بون محافظ على الاكيليبر نتاعو، دونك ينجم يكلي بالدواء نتاعو المريقل وجو باهي معناها مريقل صحته، ينجم يستغنى هو على الفاكسان ويخليه لغيره باغ اكزومبل اللي حالته بالحق تعبه برشا. اليوم وصلنا الوضعيه بحكايه الفاكسان هذا باش فريمون معناها يلزم اون سيليكسيون بريسيز معناها باش نعرفوا لشكون باش نعطيو الفاكسان. معناها الفاكسان انا مثلا ما بين واحد ينجم يكون عمره 65 سنه ويكون الحمد لله يا ربي لاباس عليه، واحد عمره 55 سنه وعنده السكر وعنده امراض، دونك فوالا هذاك علاش يلزم ديجا وعي من المواطن، مي زادا يلزم الصيدلي يعرف شكون يوجه الفاكسان نتاعو. باهي يعطيك الصحة. نمشيو لريانا معنا هيلا، مرحبا بك هيلا. ألو عسلامة. مرحبا لالا تفضل. عايشك مالتي عايشك. برادي أختي أنا أزم بأزمتيك يعني ونستعمل في جوج فشفشات ديكا لفيولي الفاتحة ومعها زرقاء. ديجا يعني ما حتى كي نمشي باش نعمل فاكسان تاع الجريب ما فماش في حتى فارماسي. انا حتى في البرونشيت العادي كي ناخذ برونشيت ناخذ اربع ايام خمس ايام يعني قاعده ما نعمل حتى افار خاطر ما عنديش نفس جمله. فهمتني؟ باهي هذيك المشكل يعني يحاولوا حتى كي يجيبونا دفعه ثانيه تاع الفاكسان والكل يخليهم بالاردونونس العباد اللي تستحق الناس الكبار اللي عندهم ازمه هكايا. حكيتو هذاك من بكري هذايا قلت لك ينجموش اوموا من الحلول يولي يعطيو الفاكسان هذايا سو اوردونونس معناها كوما عارفين العبد هذاك بالحق يستحق تولي الفارماسي ما تعطيك كان لك العبد هذاك. قلت لي انت خاطر هي الفاكسان ديجا ماهيش سو اوردونونس تنجم تعطيها. هي الفاكسان سو ني با ان برودوي ليستي معناها المكونات تاعو ماهوش ليستي دونك ما يتعطاش ينجم يتعطى سو اوردونونس مش بالضروره.
وفهم برشا عبيد مستنسين ياخذوا كل عام فاكسان من غير وصفه طبيعيه. هو الوضع توا وضع استثنائي، معني نجموا ياخذوا قرارات استثنائيه باش يمشيوا الامور. صحيح صحيح. هذا كيما قلت لك المعنيين بالامر هما يعرفوا. ما نحن لهنا نقترحوا الاقتراحات وننقلوا مشاكل للمواطنين اللي تنجم تكون. لا اما اليوم معناه الفاكسان كيما قلت لك معناه يلزم زاده العوام الجاي معناه نقرا ناخذوا الاستنتاجات نتاع اللي صار السنه باش نعرفوا كيفاش نعملوا كيفاش معناه بوتيتر كو لو فاكسان يلزم يدخل بوكو بلوس معناه في الريتويل تاع السيده اللي تكلمت. بون ان شاء الله لاباس وان شاء الله تلقى الفاكسان تاعها. مي كيما قلت لك الفاكسان انا السنه متاكد اللي الموسم هذا الفيروس تاع الكريب مش باش يكون بالقوه وبالخطوره اللي نعرفوها بفضل التباعد الاجتماعي والحذر نتاع العباد على العدوى. باهي لي فاكسان هذوما وقتاش باش يبداو موجودين؟ دفعه ثانيه وقتاش تكون موجوده في الفارماسي؟ والله الدفعه الثانيه بدات تجي من فرنسا. اي وقتاش تتوزع عند الفارماسي؟ تتوزع من هوني اول نوفمبر. معناها في اول نوفمبر يقول الفاكسان تاعهم عند الفارماسيان. اول نوفمبر وقت اللي يكملوا يجيو معناها لي ليفريزون يتلموا ويتسيبوا في دفعه واحده. باهي يعطيك صحة دكتور. مازالوا لنا دقيقتين خلينا نستغلوهم في الاخر نعطيو شويه نصائح للعباد شنو يلزمهم يعملوا توا حتى اذا كان ما فماش الفاكسان كيفاش نجموا يتاقلموا مع الوضع الجاي هذا ويستحفظوا على الريح. والله توا معناها فريمون يلزم نردوا بالنا خاطر الوضع الوبائي قاعد ينتشر بصفة سريعة. اللي مرضوا بالكورونا ونشوفوا فيهم معناها أنا نشوف فيهم في الصيدلية معناها برشا منهم لباس والحمد لله معناها كسوا معناها بالتريتمون تيرابوتيك اللي خذوه في ديارهم ولا بالسويفي تيرابوتيك معناها لباس عليهم. بون عندنا دي كا مشاو للسبيطارات وعلى غالب الله يرحمهم توفاو. مي معناها Le rôle du pharmacien, est, à mon avis, c'est dans l'éducation du patient. Qui dit patient a un Covid positif, a un traitement, il y a qui fait chier le traitement. Il y a un suivi thérapeutique. Il y a un tbib, par exemple, un dispositif, un oxymètre, qui qisse la saturation de l'oxygène dans le corps. معناها يفسر له كيفاش يستعملوا معناها فوالا تو سي جيست لا باش بور كو باش الباسيون يكون مرتاح اكثر في المرض هذا. باهي جوست سؤال سريع في الاخر دكتور، اسكو الدويات نتاع الامراض المزمنه فيها نقص في الصيدليات توا والا لا؟ توا فما نقص. نقص فادح ولا نقص نجموا نتغلبوا عليه؟ نقص فادح وان شاء الله نجموا نتغلبوا عليه. هو معناه مربوط المشكله نتاع اليوم اللي النقص نتاع الدويات في تونس مربوطه بمشكله مشكله فلوس. دونك نعرفوا الصيدليه المركزيه عندها ديون مع المخابر الاجنبيه وديون هذوما مش قاعدين تخلص. دونك هذاك علاش عندنا مشكله توا في بعض الادويه في قائمه يظهر لي ما بين 300 و 350 دواء مفقود وان شاء الله معناها من هوني لاخر العام نلقاو الحلول اللازمه باش نسويو الوضع. ان شاء الله نسويو الوضع. يعطيك الصحة دكتور الله يخليك، مرحبا بك بحدنا. كان معنا دكتور أيمن سكندر عضو المجلس الوطني لعمادة الصيادلة. كانت معكم هجر الحنيشي، ما بقى لي كان باش نقول لكم كان باي باي. يا فام ميتيو حول الطقس. الأجواء صافية في أغلب الجهات، الطقس دافي ودرجة الحرارة تسجل ارتفاع صغير وتتراوح بين 24 و 28 درجة وتكون في حدود 22 درجة في المرتفعات. الجديد اليوم هي سرعة الريح اللي ترجع قوية قرب السواحل وتوصل 50 كيلومتر في الساعة. الليلة سما صافية في أغلب المناطق وما فماش مطر. نمشي لتونس وضواحيها فين تكون شميسة دافية 26 درجة، الريح جنوبية سرعتها مشرقية 20 كيلومتر في الساعة. الليلة الحرارة تنخفض ل 19 درجة، فما شوية سحب عابرة وريح ما تفوتش 19 كيلومتر في الساعة.
من الشمال الشرقي نعملوا طلعه على الشمال الغربي ونسكم الجندوبه فين تكون السماء صافيه الدنيا سخونه 28 درجه والريح شرقيه سرعتها ضعيفه 11 كيلومتر في الساعه الليله تبرد شويه 18 درجه الريح ما فما جوست 3 كيلومتر في الساعه والطقس صافي نسكم الجنوبنا المزيان وفي صفاقس الاجواء صافيه الحراره منخفضه 23 درجه والريح ما تفوتش 17 كيلومتر في الساعه الليله الحراره في استقرار 23 درجه الريح جنوبيه شرقيه سرعتها متوسطه 24 كيلومتر في الساعه وما فماش مطر في الاخر نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم انا نرجع لكم الساعه الجايه بميتيو جديده وانتم ما تفلتوش موعد جديد مع محمد الخميسي في الدوامه بعد شويه ما تتسويت نخليكم على الاخبار يا فهم توا الاربعه في تونس والسته في بيروت وفيات فيروس كورونا وخمسة إصابات جديدة في المهدية وأكثر تفاصيل مع مدير الصحة الوقائية في الإدارة الجهوية للصحة سمير الحوال العدد الإصابات المسجلة اليوم في المهدية وخمسة إصابات في معتمدية المهدية سوسي بومادير سوسي